مساء الخير، أنا دكتور معتز أحمد زكي من جامعة اسكندرية مصر، مدرس أمراض قلب وقسطرة تداخلية. النهاردة عايزين نتكلم على إحنا في المؤتمر التي سي تي مع السيفريب فاونديشن في القاهرة. المؤتمر ده الحقيقة بيناقش أحدث التدخلات العلمية الجديدة في مجال قسطرة القلب والشرايين التاجية. والحقيقة الجديد في المؤتمر إن إحنا بنناقش الحقيقة الحاجات المهمة اللي تخلينا نقدر نبعد قدر المستطاع عن إن إحنا نحتاج تدخل بقسطرة القلب أو إن إحنا يجي لنا جلطة قلبية أو ذبحة صدرية غير مستقرة. واهم الحاجات اللي اتناقشت النهارده في المؤتمر كان موضوع التدخين. التدخين احنا عارفين ان هو من اكتر الحاجات اللي ممكن لو وقفناها تساعدنا في ان احنا ما نحتاجش نعمل قسطرة قلب وتركيب دعامات وتوسيع بالوني. المعلومات الجديده دلوقتي عن التدخين بتقول ان الدخانه الاولى السيجاره الاولى الحقيقه قريبه جدا الضرر بتاعها من السيجاره العشره. الإحصائيات العالمية دلوقتي بتقول إن 80% من الضرر بتاع السجاير بيجي من أول سيجارة، وإن كل سيجارة بعدها الضرر بتاعها أقل من أول واحدة. ولذلك يعني دايما بننصح بالابتعاد تماما عن التدخين. موضوع إن إحنا نقلل التدخين برضو الضرر بيفضل موجود ما بيقلش. الحاجة التانية المهمة اللي بنتكلم عليها ضغط الدم. مهم جدا ضغط الدم يكون في النطاق الطبيعي، ودلوقتي النطاق الطبيعي العالمي كان زمان بنقول 140-90، دلوقتي نزل ل 130/80. ده المقبول وده اللي احنا مش عايزين نعلى عنه. الحاجة التالتة المهمة مريض السكر. لو المريض عنده سكر مهم جدا ان احنا نتابع السكر كويس جدا، مش فقط ان احنا بناخد دواء السكر وخلاص، لا، مهم قوي ان احنا نتابع مستوى السكر في الدم. مهم ان احنا نعرف مستوى السكر التراكمي اللي بيقول نسبة السكر في الدم خلال الثلاث شهور اللي فاتوا اخبارها ايه. ومهم ان احنا ناخد الادوية بتاعت السكر الفعالة بالنسبة لحالتنا. اللي محتاج ياخد انسولين لازم ياخد انسولين. مفيش معنى ان احنا نبعد عن ان احنا ناخد انسولين ويفضل السكر بتاعنا عالي 300 و400، دوت موضوع غير مقبول وهيؤدي الى تصلب شرايين القلب والاحتياج لاجراء قسطره قلبيه او تركيب دعامات. الحاجه الرابعه المهمه الكوليسترول والدهون في الدم. مهم جدا ان احنا نتابع الموضوع دوت بصفه دوريه. لازم نبقى عارفين ان الكوليسترول الزايد في الدم مصيره انه هيترسب جوه الشرايين بتاعه الجسم ويؤدي الى حدوث ضيق في الشرايين بتاعه القلب او ضيق في الشرايين بتاعه المخ او ضيق في الشرايين بتاعه الكلى او ضيق في الشرايين الطرفيه بتاعه الرجلين، وهيؤدي الى مشاكل تخلينا نضطر نلجا الى اجراء قسطره قلبيه، والحل دايما بيبقى غير كامل. فالاربع حاجات دول لو احنا التزمنا عليهم، الابتعاد عن التدخين، ضبط السكر في الدم، ضبط ضغط الدم، ضبط نسبه الكوليسترول والدهون في الدم، ان شاء الله هنبعد عن الاجراءات التداخليه وهنعيش حياه صحيه ومفيده. شكرا.